لو الحكاية فيها إن فيديو الشباب عشان خاطر ينهوا على حالة الإرهاب أو التطرف اللي موجود دلوقتي. يمكن إحنا بنشوف الصورة بشكل مختلف شوية أو بشكل الشباب في الجامعات إيه، ويعني أنا شخصيا في جامعة القاهرة وبيبقى عندنا أوقات محاضرات أو نبقى موجودين في الجامعة وبتحصل حاجات شغب كتير قوي. يمكن الفكر الأمني أو الإداري موجود في الجامعة، بنحاول إن إحنا نتواصل معاه ونتفق معاه إن إحنا نحاول نتكاتف عشان ننهي على حالة الإرهاب ده أو التطرف الفكري. يمكن الإرهاب مش موجود بس على الحدود أو في سيناء أو الإرهاب موجود في الفكر الثقافي أو الفكر المتطرف، وإن إحنا إزاي نحاول ننهي عن حالة التطرف ده بتكاتفنا مع جميع المسؤولين. يعني بحاول أقول لكل المسؤولين أو كل الوزراء المعنيين بالموضوع ده، يمكن دور الشباب مهم جدا لأن الشباب دلوقتي هو العمود الأساسي للبلاد واللي إحنا لازم كلنا نتكاتف معاه ونحاول إن إحنا نقضي على ظاهرة الإرهاب. إحنا كيان غير إن إحنا طلاب في الجامعة، إحنا كيان اسمه مؤتمر الوطني لشباب مصر. هذا الكيان لا يتبع أي جمعيات أهلية ولا أي أحزاب سياسية. هذا الكيان قايم على فكر الشباب ومجهوداتهم وإن هما بيتحاولوا يتعاونوا مع المسؤولين. ويمكن إحنا قابلنا سيادة الرئيس قبل كده ومعالي دولة الرئيس المهندس إبراهيم محلب وأغلبية الوزراء تقريبا، وبنتعامل معهم كمان بشكل شخصي، وبنحاول إن إحنا نوصل صوت الشباب في الشارع أو في الجامعات أو في أي مكان للمسؤولين. فأتمنى إن السادة المسؤولين ياخدوا بصوت الشباب ده وفكرهم، لأن إحنا الجهة الوحيدة الأنسب إن إحنا ننقل فكر الشباب مش بس المسؤولين، لأن المسؤولين في الغالب بيبقى عندهم فكر ممكن متغير شوية عن الشباب، وهم في الغالب بيبقوا برضو في مكاتبهم شوية، لكن الشباب دي هي اللي بتبقى موجودة دايما في الشوارع وفي الجامعات ومع أصحابهم، فهم اللي هيقدروا ينقلوا الصورة دي. أتمنى من كل الوزراء أو المسؤولين في البلد إن هم يحاولوا دايما يسمعوا الشباب وياخدوا بإيديهم وياخدوا بأفكارهم، وإن إحنا نحاول نبعد عن صور التعصب. أما بالنسبة للشباب اللي عنده فكر متطرف شوية، إحنا بنحاول ككيان على قد ما نقدر إن إحنا يعني نسمعهم ونحتضنهم. وأنا بقول إن مواجهة المشكلة كلها في نقطة واحدة بس اللي هو الحوار، لأن الحوار شيء مهم جدا. غير الحوار أعتقد مفيش حاجة هتتم، وإن العنف ما بيجيبش غير بنتيجة عكسية أو سلبية. فأتمنى كل المسؤولين إن هم يسمعونا ويسمعوا الشباب، ويبقى الحوار هو يعني الصفة الأساسية بتاعت كل المسؤولين. شكراً.